وينك فصولي؟ فصولي وينك؟ يا اخي لا تدلعني فصولي، اسمي فيصل، فيصل يعني فيصل. فصولي يا اخي لا لا فصولي صح عليك، هذا هو فيصل، والله ما فيصل. الله يهديك يا فصولي. فصولي من؟ فصولي من يرحم أم؟ فيصل فايا سالة فصولي ما في. جاء رسالة إلى الرئيس اللي عطى الآن، إيش اسمه الرئيس الآن؟ باتمان بايدن بايدن اللي عطى الآن الرئيس. أوجه رسالتي له، يخطط طريق، يخطط طريق، وإلا فإن الفاكيو مرجومة، الفاكيو مرجومة ما بش لها صاحب. الفاكيو الآن بتدور وين تسير، الفاكيو الآن بتقول يا إلهي أين سأذهب، أين سأذهب، أين الآن، أين سأذهب. فالفاكيو الآن شاشله وأدخله جحر باتمان بايدن بايترمان. تعرف قديش إلي عم بستنى اللحظة هاي؟ وأنا قاعد على الكمبيوتر مش حاسس. لا قصدي اللحظة اليوم هذا. تعرف قديش إلي عم بستنى اليوم هذا؟ ليش؟ إيش المميز في اليوم؟ المميز فيه إنه أنت اليوم لازم تموت. أموت؟ ول؟ ليش؟ بعدين مين أنت؟ ليش مش كاتب إشي فوقه إنه لو كتبت اسمي ما حدا حيقرأه؟ كثير طويل. أنا حقرأه ما عليك. أنت ممكن تقرأه لأنه أنت لازم تموت، بس الناس ما حيقرأوه. يا زلمة كلنا حنقرأ، اكتب خلنا نعرف أنت مين. ماشي. المنشور اللي مرة شفته على الفيسبوك في 2010 كان مكتوب فيه إذا ما شيرت راح تموت كمان. لا يا زلمة أنت طلعت حقيقي؟ طلعت حقيقي. لا قصدي ما كنت متوقع إنك تموت ناس عشان مش عاملين شير لمنشور. لازم أموتك وأنزل تحت عند جارتك سماح أموتها كمان. حرام عليك يا زلمة، عمرها 60 سنة. مش مشكلتي ما شيرت المنشور. طب ليش لازم نموت؟ ليش ما نحكي نسولف نحل المشكلة؟ كيف؟ لو مثلا رجعت للمنشور لقيته وشيرته بزبط؟ مش عارف. المفروض إنه هيك تمام. الله يرحمك يا سماح. مليون ريال. طيب. حلو؟ إيه؟ تبيع أخوانك مقابل مليون؟ لا والله ما أبيعهم مقابل مليون. لو تعطيني إياه كاش حتى في شنطة ما أخذه، لأن خوي قيم وأخلاق وذوق وتعامل وعشرة. المليون هذا يروح يجي يا أخوي، إيش دعوة؟ وأنت يا أبو الشباب تبيع خويك مقابل مليون؟ 100,000 الله يطول عمرك. اثنين محششين من غزة، واحد بيقول للتاني ايش رأيك احنا الاثنين نصير فنانين؟ قال له كيف؟ قال له بسيطة، قال له انت بتصير فنان تشكيلي وانا بصير فنان اشكيلك. كم الحساب؟ مدفوع. مين دفعه؟ الأجواء هاي شتوية بدها حبيب. شو؟ حبيب 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 فين سحلب. سوي كيف تبدأ مشروعك في 6 أسابيع؟ في 6 أسابيع راح أصير تاجر. عندك رأس المال؟ لا. أدوات؟ لا. مكان؟ لا. إيش عندك طيب؟ عندي الكتاب. شوف سعره، سعره 76. أنا 76؟ لا. رجع الكتاب. إذا بنط رفيقتي بتنط مع. أكيد أكيد بنط، بس حسب من أي طابق لأنه جاي بجعوني. معلش. أوكي أوكي. إذا بقوس رفيقتي بتقوس. أكيد معي. أكيد أكيد بقوس معي. إيه. بس سؤال، إيه؟ مين بيربي ولادي إذا قوست وأخذوني على الحبس؟ طيب لا خلاص أوكي. إذا بموت رفيقتي بتموت معي على الموت. إيه؟ بس